جمعها أخلاق. وبعد كده بعد ما خلصنا هنبدأ نشرح مع بعض الدرس عن طريق سؤال وجواب. الأسئلة المقالية. أول سؤال: ماذا يحب أمير وأميرة؟ أو ماذا يحب أمير وماذا تهوى أمير؟ يحب أمير الرياضة وتهوى أميرة الفنون. بعد كده: ماذا كانت تشاهد أسرة أمير وما الشيء المدهش في أسرة أمير؟ كانت تشاهد إحدى المباريات الرياضية، والمدهش أن لها عادات غير مألوفة عند مشاهدة المباريات الرياضية. كانوا بيشاهدوا المباريات الرياضية وكانت لهم عادات غير مألوفة. إنه إيه هي العادات دي؟ إن هم بيظهروا في اللاعبين القيم والأخلاق اللي موجودة فيهم، أو بينتقدوا المباراة، أو بيفسروها أو بيعلقوا عليها كده. كيف بدأت المباراة وعلى ما يدل هذا؟ بدأت المباراة بتصافح الفريقين وتحية الجماهير. الحاجتين دول تصافح، نحن بنسلموا على بعض يدا بيد، وبعد ذلك تقوم الجماهير بتحية اللاعبين. ويدل هذا على أن الرياضة تقوم على التنافس الشريف، زي ما قال الأب، قال أن الرياضة تقوم على التنافس الشريف وأنها أساس الحب والسلام. بما وصفت أميرة تحية الفريق للجماهير وما نتيجتها؟ أميرة قالت أن تحية الفريق للجماهير ده سلوك جميل. والأم قالت أو رأيها أن نتيجة التحية دي أنها تلهب حماس الجماهير. يبقى التحية دي نتيجتها أنها بتلهب حماس الجماهير زي ما قالت الأم. ماذا حدث أثناء المباراة؟ عرقلة لاعب منافس فسقط على الأرض وأنذر الحكم اللاعب المخطئ، وقام على الفور واعتذر إلى منافسه. عرقلة احنا قلنا صعبة أو منع منافسه من المرور فوقع على الأرض، وبعد ذلك أنظر الحكم اللاعب المخطئ وقام اللاعب المخطئ ده على الفور واعتذر إلى منافسه اللي هو وقع على الأرض. ماذا فعل الحكم عند إذن؟ نقول أنظر الحكم اللاعب المخطئ، أنظره، قدم له أنظار، فقام على الفور بالاعتذار إلى منافسه، قام واعتذر له، يعني اعترف بخطأ. ما أهمية وجود الحكم في المباريات الرياضية؟ إيه أهميته أو إيه دوره؟ نقول أهمية وجود الحكم في المباريات الرياضية تنظيم المباراة والحفاظ على النظام بين الفريقين. تنظيم المباراة والحفاظ على الفريقين. بيبقى في قوانين وقواعد موضوعة للمباراة أو اللعبة الرياضية عامة، فبيقوم الحكم بإيه؟ إن هو بينظم وبيحافظ عن طريق إن هو بينذر المخطئ وبيعرفه غلطه، وبعد كده بيعرفه هيعمل إيه. متى يبادر الإنسان بالاعتذار؟ إمتى؟ الأم قالت لو تفتكروا، أنا قريتها معاكم وانتوا سمعتوا الفيديو، قالت عندما يخطئ في حق الآخرين، عندما يخطئ في حق الآخرين يبادر الإنسان بالاعتذار. بما وصفت الأم الاعتذار عند الخطأ في حق الآخرين؟ وصفت الأم الاعتذار وقالت: ما أجمل أن نبادر الاعتذار عندما نخطئ في حق الآخرين. وإحنا قلنا إن ده أسلوب تعكم. ما أجمل أن نبادر الاعتذار عندما نخطئ في حق الآخرين. السؤال العاشر: كيف يقف اللاعب المخطئ أمام الحكم؟
كان واقف ازاي زي ما وصفه الاب. يقف اللاعب المبطل امام الحكم، يده خلف ظهره، مطاط الراس، ايده ورا ظهره، موطي راسه او خافضها، وده دليل عن الاجلال والاعتراف بالخطأ. ماذا نتعلم من الرياضة؟ السؤال رقم 11. نتعلم منها عدة حاجات. أول حاجة، نتعلم من الرياضة احترام القواعد والقوانين. 2. أن نتعاون في أي مجال يحقق النجاح. 3. احترام الآخرين والاعتذار لمن أخطأنا في حقه. 4. أن نحترم مشاعر الآخرين. زي ما قلنا لازم نعبر عن فوزنا بأدب، لأن ده في احترام لمشاعر الآخرين. السؤال رقم 12. ماذا جذب انتباه الأسرة أثناء المباراة؟ إيه اللي جذب انتباههم؟ يعني شد انتباههم. جذب انتباههم يعني شد انتباههم. احتفاظ احد اللاعبين بالكرة لوقت طويل وعدم تمريرها لزملاء. وايه اللي نتج بقى على ذلك؟ ونتج عن ذلك ايه؟ ان ممكن اقول هنا مكتوب احرز الفريق الاخر هدف. اختطفت الكرة منه واحرز الفريق الاخر هدف. ما اهم ما يميز الرياضة الجماعية؟ زي ما قال الاب، قال ان الرياضة الجماعية تتميز بايه؟ الرياضة الجماعية اهم ما يميزها التعاون بين افراد الفريق. التعاون يبقى اهم ما يميزها هو التعاون. والام قالت ايه لو تفتكروا عن التعاون زي ما قرينا؟ الام قالت ان التعاون في اي مجال يحقق النجاح. دي برضو تفتكروها. بما انتهت المباراة، اشتبك جماهير الفريقين وأحدثوا خسائر كبيرة وأصيب بعض الأشخاص وكسرت مقاعد وتحولت المدرجات إلى فوضى. طبعا ده تصرف سيء ومش مفروض ان هو يتعمل، لأن الرياضي الحقيقي عمره ما يعمل الحاجات دي. ماذا قال الأب بعد المباراة؟ قال الأب إن التشجيع لا يكون بالاعتداء على الآخرين أو التخريب أو التدمير، فالرياضة مكسب وخسارة. لازم الفريق الكسبان يكون معتدل في التعبير عن فرحته، والفريق الخسران لازم يعترف إن الرياضة مكسب وخسارة، وإلا تحصل مشاكل دي، وده طبعا غلط. السؤال رقم 16. ماذا قالت الأم بعد المباراة؟ قالت الأم إن السبب في هذه المشاجرات أن جماهير الفريق المهزوم لم يتقبلوا الهزيمة بروح رياضية، وأن جماهير الفريق الفائز بالغوا في التعبير عن فرحته. السؤال ده مهم، يعني إحنا بنقول الأم قالت إن السبب في هذه المشاجرات أن جماهير الفريق المهزوم لم يتقبلوا الهزيمة بروح رياضية، وأن جماهير الفريق الفائز بالغوا في التعبير عن فرحتهم. المفروض ده غلط، ومفروض التعبير عن فرحتهم يكون في أدب لمراعاة مشاعر الآخرين. السؤال رقم 17. ماذا يجب علينا عند التعبير عن الفرحة؟ يعني إزاي نعبر عن فرحتنا بفوزنا؟ يجب علينا أن نعبر عن الفرحة بأدب ومراعاة مشاعر الآخرين. لازم نراعي مشاعرهم بإن إحنا نعبر عن فرحتنا بأدب. وممكن يجي السؤال بصيغة تانية، لماذا نعبر عن الفرحة بالفوز بأدب؟ هنقول مراعاة لمشاعر الآخرين. من هو الرياضي الحقيقي؟ السؤال رقم 18. قال الأب، لو تفتكروا احنا بنقرأ صفات الرياضي الحقيقي، ايه هي؟ الرياضي الحقيقي هو الذي يتحلى بالاخلاق الكريمة، فلا يخاصم منافسه ولا يتعدى عليه، ويسعى الى الفوز بنزاهة وشرف. هو الاب لما جه يتكلم وعلق وقال صفات الرياضي الحقيقي، قال ان معظم الجماهير ما همش بيلعبوا لعبة رياضية، هم مشجعين فقط، لذلك يعبروا عن تشجيعهم بصخب وصراخ
ومشاجرات دون ايه ان يتفهموا الموقف، لان الرياضي الحقيقي ليه صفات معينة بيتحلى بيها، بيبقى عارف قوانين اللعبة وبيتحلى بالاخلاق الكريمة، فلا يخاصم منافسه ولا يتعدى عليه ويسعى الى الفوز بنزاهة وشرف. السؤال رقم 19، لماذا يثير كثير من الجماهير الشغب عند الهزيمة او النصر؟ يثير كثير من الجماهير الشغب عند الهزيمة أو النصر لأنهم لا يمارسون الرياضة، أهو زي ما أنا قلت لكم شوية إن الأب قال إن هم بيمارسوا الشغب لأن هم مش رياضيين أو مش بيلعبوا لعبة رياضية أو هم مش رياضيين حقيقيين، لأن الرياضي الحقيقي ليه صفات مميزة بيتحلى بيها طبعا ضد اللي بيحصل ده. ما نتيجة التعاون؟ السؤال رقم 20، زي ما انا قلت لكم برضو من شويه ان الام قالت ان التعاون في اي مجال يحقق النجاح، سواء الرياضه سواء الطب سواء الفلك سواء اي مجال، اي مجال سواء التعليم سواء الاجتماعيات ما بين الناس، التعامل، اي مجال فيه تعاون لازم يحقق النجاح باذن الله. وكده احنا خلصنا السؤال والجواب مع بعض.